تعالى نعتبر ان الصحة دي زي الفلوس اللي في البنك. نجيب شخصين، شخص عمل ايداع لونج ديبوزيت طويل المدى، وشخص تاني حاطط بس فلوس في البنك. الشخص الاولاني ما بيجيش جنب الوديعة وما بيكسرهاش وبيخليها زي ما هي، وكل شهر الفوائد بتاعتها بتروح على الحساب. الشخص التاني كل يوم بيسحب مبلغ صغير. بعد 5 سنين الشخص الأولاني اللي حاطط إيداع طويل هيلاقي مبلغ معاه كويس، الشخص التاني بعد 5 سنين مش هيلاقي معاه أي حاجة. ده الفرق ما بين الشخص اللي بيروح الجيم بيعمل رياضة بيحافظ على نفسه بياكل أكل كويس بيبعد عن العادات السيئة. الشخص التاني هو اللي عمال يسحب من صحته كل يوم، ينام متأخر، ما ياكلش كويس، ياكل أي أكل، ما بيعملش أي نوع من أنواع الرياضة، سنه بيكبر وما بيحافظش عليه. أنا هنا مش بتكلم على العمر، لا عمر بين الله، أنا بتكلم على طريقة تعاملك مع صحتك وجسمك. بعد 5 سنين الشخص الأولاني صحته زي الفل كويسة، ما عندوش أي مشاكل، كبر في السن بس لسه شاب من جواه، صحته كويسة، ما عندوش أي مشاكل، ما عندوش أي آلام، ما فيش بقى الأمراض المزمنة اللي بتيجي للناس الكبيرة. أنا بتكلم برضه على سن الـ40 فيما فوق خصوصا. يعني الشاب التاني وصل الـ40 وعدى الـ40، ابتدت تظهر عليه المشاكل والتعب، اللي بيجي له سكر، الضغط، ألم في المفاصل، الأمراض اللي احنا عارفينها المزمنة. ده الفرق ما بين الاثنين. فكر فيها كده وشوف انهي افيد لك. في الاول وفي الاخر محدش هيهتم بصحتك غيرك انت. قول واحد. مساء الفل.